قال شدي. وانا ننزل ولا مش هننزل؟ طيب ماشي. طلعت انا فشديت عم غني مثل ما بغني بحالتي العادية. انا اعطوني اياها لي الغنية لانه انا اول وحدة حفظتها، حفظت المقطع الثاني. المقطع الثاني هو اصعب شيء بالغنية. عم الصدفة انه انا نسيت كلمة، عم طلعت مدام رولا عن المسرح. انتي كل مرة هيك بدك تعملي ما انك حافظة الاغاني وما بعرف شو، وعم تضحكي بكل وقاحة مع انه انا واقفة عم بتطلع فيها هيك انه انتي ليش عم تطلع يا سارة؟ وين شو ايروني انتي نسيت الكلمة؟ صدفة الواحد بينسى اسمه احيانا وقت اللي بيكون معجوق يعني. عم بهدلتني وقالت لي ما عاد في الغنية، سحبتها مني وعطتها لأميمة. بس يعني بكل بساطة مبسوط. خلص دربت يعني قد ما دربت من امبارح لهلا، وعمية عيط 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 خلص انجرح حاليا، ما فيني ادرب اكثر.